ونرحب كذلك سيدي أمين الكيران بصفته ممثل للصحافة، وهو مسؤول على جريدة إلكترونية لها انتشار كبير وهي فاس معروفة، وجزاه الله خير فهو يحمل هم هذه المهنة. واسمكم اسمكم نريده وغيره من وسائل الإعلام أن يكونوا متعاونون ومنصفون لرفع هذا الحيف الذي طال على محمد. فباسمكم كما نقول لي مرحبا بك. شكرا 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 لكم. رجل مهني بكل ما فيه الكلمة. أنا كنت نتسنى باش حضوركم تكون هذا الشيء، ولكن ما جاش دائما تيقولوا نديروا مشان حال خير مشوان زيد اسد انا بغيت نتخاصم اللي ما جرى بعد واللي جرى انا هي الحقيقه، لانه ما غادي يجي شي واحد باش غادي هذا راه مساله كلها تتعلق بما كي تنشاهدوا هنا تسجيل الحضور لأصحاب الحمامات التقليدية. أنا ما بانينوش لأنه حق، ولكن نعطى الله هذا رب السي محمد دابا كي سبحان الله العظيم من حكمة الله أن الله تعالى ما تمد إلا من الفوق، ووعدنا جزاه الله خير على أنه ما غادي يخسر شيء في الدفاع على هذه المهنه، وخدا ارائنا وبدائلنا ومقترحاتنا وامور كثيره، بل اكثر من ذلك اعطى امر السيد كاتب العام ديال الولايه باش تكون لجنه ديال التتبع لهذه المهنه، ولكن في نفس الوقت هو ولا غيره تاكدوا على انه الماء راهو لا خط احمر الماء، وفي حقها واخا حنا تنقولوا حنا اللي تستهدفنا، اي واحد تيقول لك الا كاع تستهدفتي فحنا كندافعوا على الماء، انتوا غادي ندوزوا لواحد اخر وندوزوا لواحد اخر وندوزوا لواحد اخر، اش غاديين الماء هذا؟ وغير هو اللي قبيح هو انه كاينه واحد النظره شويه مبالغه على انه الحمام هو اللي كيستهلك الماء، هو لا الحمام كيستهلك الماء هو اللي كيستهلك بعدا الماء ديال الابر ماشي الماء الصالح الشرب. وحنا حاولنا نقولوا بانه راه المغرب راه ممكنش يستغنى عن الاغتسال، واللي ما اغتسل في الحمام راه غادي يغتسل في دارو، وغادي يغتسل بالماء الصالح الشرب، وغادي يسخنوا بالقنينات الغاز اللي هي مدعمه. هادشي كلشي تيتفاهموه وكذا، ولكن الى اخره. وحيت انت كتقول كاين الحلول، حنا تنقولوا غير كاين البدائل وكاين كذا، ما هما هما ما كاينش اللي يعطيك الحل ما عاد الا كنتي قوي، اللي هما قويين ولوبيات صحاح وكذا راه ما وصلوهم كاع باش يكون الحل. حتى دابا شو على انت تشهر معك شي واحد من اللي قال لك سد ولا قال لك كذا، ما عاد الباب على اين. لهذا حنا تنحطوا الناس باش يكونوا في المستوى، نكونوا في المستوى، لان انت قعدت حنا تعطينا بدائل. بالنسبه للحوض المائي جبنا مع هذا الموضوع ديال التراخيص والحمامات، وكما قلتي بالحرف قلنا لي بانه راه دابا واحد عدد البلاد اللي هما صحو واكحين واللي هما تيضطروا واللي قلنا ليه دار الضريبه قال لكم ندير لكم انتم بغيتوا تخلصوا من الضريبات، ماشي هو هذاك الضريبه الحقيقي اللي تخلصوا. تنقول لهم الفورفي راه الفورفي انتم بغيتوا تحدوا، تيقول لك داكشي تتعمروا، قال لك ما عمرنا صيفطنا لكم سيرفيس ديجيال حتى هي حتى هي راه تقال، قال لك راه نخرجوا واخا يكون الحمام كاع جديد راه لقاو ليه الدخله، لقاو ليه الدخله. الله يخليك بالنسبه للسيرفيس ديجيال تيجي عندي سيرفيس ديجيال واخا بلا تشوف دابا نعطيك الاسئله عطاك تريكم الكلام انتم غير نسمطوا لكم انا نجاوبهم على السيرفيس ديجيال ما مخرجاهمش الاداره بصفه رسميه.
إيه دوك انت يدوز بحال كيدوزو مال القهاوي عادي ما. الا جا عندك مول الحانوت مول القهوه كيدوز نضرب هاد الضريبه معايا الا كانت شي بركه ولا شي حاجه ما كيديش معاه مزيان هذاك هي تيجي زور لقى ما يدي واخا يبيك يبيك اسيدي راه ما تيديش شكل ديال بالنسبه للترخيص ديال البناء وقت الثانيه الترخيص ديال البناء الحوض المائي تيعطيه لخارج مدينه مراكش هذا ضرب بالنسبه لنا حنا مراكش هذا الشيء تيضرب في الخاطر علاش حنا ما يعطيوناش واحد الحل نحفروا حتى حنا الابار عطيونا ترخيص لان راه دابا هاد الايام اللي غاديين ليها راه الجفاف غادي تستمر ما غاديش نبقاو ديما في هذه الاستمراريه بان راه غادي نبقاو ديما في هذه المراحل هكا وصافي دابا صافي المغرب دخل واحد البوابه اللي هو ديال مرحله الجفاف بالنسبه للترخيص خصنا نخدموا عليه حتى هو بالنسبه للترخيص ديال البناء ديال الحفر الماء راه كاينين مدن غير مدن عربيه راه كاين حل بس وصلوا لواحد الحل الاخير وصلوا بان الحوض المائي تيعطي واحد المتروات على الاقل 6 متروات لا 7 ولا 8 وتيحفروا الابار علاش حنا ما يعطيو لينا حتى حنا ما ندخلوش معاهم لهاد المسائل.